المحامي سليمان جبوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ورحب بكم على قناتي الحقائق بالوثائق موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تمهيد وتحضير لبرنامج شهر رمضان الذي سنتفرغ فيه إلى إجراء لقاءات حول واقعة اسر واعتقال الرئيس صدام حسين. هذا الموضوع شغل الكثيرين ولم يقف له على قرار وهناك روايات كثيره وقصص واشاعات رافقت هذا الموضوع وانتشرت على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتم البيع والشراء بها بمختلف الوسائل. لا ادعي أنني منذ يوم اعتقال الرئيس ولحد هذا اليوم وأنا مهتم ومتابع لكل صغيرة وكبيرة بالتحري والتقصي والتدقيق لما نشر وما نسج وما قيل وما روي من قصص حول هذا الموضوع وقد وقفت على أربع شهادات مهمة لمن أتهموا بالوشائب بالرئيس أول الذين أتهموا بخيانة الرئيس به هو قيس النامق وإخوته واللواء حكمة عمر الدوري طبعا إتصلت منذ سنة وأنا علي تواصل مع قيس النامق واستطعت أن اجري معه حوارا سيتم بثه في شهر رمضان على شكل حلقات من عده محاور، وبالنسبه للواء حكمه عمر الدوري فقد توفاه الله قبل اكثر من سنتين، ولم يتسنى لي التواصل معه، لكني تواصلت مع شقيقه وقدم لي معلومات كثيره حول شقيقه ولماذا اتهمه الرئيس صدام حسين بالوشاية مع قيس النامق وإخوته ثم اتصلت بالعقيد محمد إبراهيم المصلط من أبناء عمومة وخوال الرئيس صدام حسين والذي كان يرافقه ويتصل به ويشرف على عمل المقاومة بتوجيهات وتخطيط من الرئيس صدام حسين حيث لاحظت من خلال المقروء والمسموع والمرئي تصريحات القاده الامريكان والمحققين من مثل القائد الامريكي اوديرنو والمقدم جيمس هيكي الذي قاد العمليه الى المزرعه للقبض على الرئيس ومعه ستيف راسل و العراقي الأسود الذي طلع الرئيس أرضان وجون نيكسون ومادوكس الذي حقق مع العقيد محمد إبراهيم المصلط كل هؤلاء تصريحاتهم واضحة تشير يعني يشيرون بأصابع الاتهام والتأكيد على أن العقيدة محمد إبراهيم المصلط هو الذي دل على الرئيس ليس وشاية وليس خيانه ولم يقبض الجائزه ولم ياتوا على ذكر قيس النامق واخوته واللواء حكمه عمر اطلاقا هؤلاء آه ثلاثه اما الرابع فهو عبد المالك شهاب الملا خليل الذي قبض عليه في كركوك من قبل آه استخبارات الاتحاد الوطني الكردستاني وتم التحقيق معه ثم اطلق سراحه وهناك تصريحات لكسره رسول على انهم قبضوا على شخص في كركوك وهو الذي دلهم على المكان هذا ايضا الرجل اتصلت به وتحاورت معه و يعني تحدث لي وكشف لي عن الكثير من الامور انا هنا اقف على مسافه واحده مع الجميع جميع من ذكرتهم قيس النامق واخوته اللواء حكمة عمر الدوري العقيد محمد ابراهيم المسلط العقيد ركن عبد المالك شهاب الملا خليل انا هنا لست قاضيا لاوجه الاتهام لهذا وذاك انا باحث عن الحقيقه و سأضع الحقيقة أمام الرأي العام كما وقفت عليها فلا خصوم لي مع أي كان ومن حق أي واحد من هؤلاء أن يدلي بدلوه وأنا مستعد للحوار معه طبعا أنا حاورت أعيد وأقول حاورت قيس النامق بالصورة والصوت وحاورت العقيدة محمد إبراهيم المسلط بالصوت وبالكتابة وحاورت شقيق العقيد محمد إبراهيم المسلط أيضا بالصوت والكتابة ووجهت أسئلة ببصمات صوتية ووردتني أجوبة ببصمات صوتية من العقيد محمد إبراهيم المسلط ومن شقيقه وأيضا استطلعت شهادات عيانيه وشهادات سماع من اقارب واصدقاء العقيد محمد ابراهيم المصلط ومن اقارب العقيد عبد المالك ومن اقارب لواء حكمه عمر ابراهيم الدوري ومن اقارب قيس النابغ كل من لديه شهود ينفي عنه التهمه انا يعني كان صدري واسع ورحب للاستماع له ودونت وسجلت شهادته للتاريخ هذه الشهاده لا اقيمها انا ولا ابدي بها رايا الراي للمشاهدين والراي العام هذا الموضوع لا يستطيع احد البت به لرب سائل يسال ويقول بان الرئيس صدام حسين حسم الموضوع و ذكر في الصفحة الثانية عشرة من إحدى رسائله آه أن من وشى به آه قيس آه نامق جاسم وإخوته وحكمة عمر أيضا آه ما ذكره لي آه نائبه طه يسير رمضان آه من أن الرئيس آه بين له أن قيس نامق وأخوته وحكمة عمر هم من دلوا عليه وشرح له كيفية القبض عليه كذلك تحدث لي السيد سبعاوي ابراهيم الحسن عن ان من وشى به قيس النامق واخوته وحكمه عمر لكن هناك ايضا في الجانب الاخر ما ما قاله محمد برزان ان محمد ابراهيم المسلط هو من دل على الرئيس لكنه لم يكن خائنا ولا واشيا وهذا الامر يمكن تحدثت عنه اكثر من مره على وسائل الاعلام نقلا عما قراته وكذلك سمعت من المعتقلين في كامب من ان سكرتير الرئيس الراحل عبد حميد محمود بين للامريكان بعد الضغط عليه انه يدلهم على الرئيس وبعد ان اصيب بالانهيار نتيجه التعذيب قال لهم إذا أردتم أن تعرفوا مكان الرئيس اذهبوا إلى محمد إبراهيم المسلط وألقوا القبض عليه وهو الذي سيدلكم على مكانه. طبعا هذا الموضوع يعني تناقشت بشأنه مع محمد إبراهيم المسلط وشرحت له ما أسند له من تهم من قبل الأمريكان بال يعني كتابة وصوتا وصورة يعني على وسائل الإعلام المختلفة والرجل كان متفهم وليس لديه قناعة بأن يظهر على وسائل الإعلام لكنه فوضني بالحديث بما رفضني به من خلال البصمات الصوتية ومن خلال الكتابة للإجابة على أسئلتي هذا الموضوع أكرر آه، لم يترك من قبل وأود أن أبين لحضراتكم أنني الوحيد الذي سجلت سبقا في الحوار مع قيس النامق وعائلته ومع عبد المالك شهاب الملا خليل ومع آه شقيق اللواء حكمة عمر ومع العقيد محمد ابراهيم المسلط ومع شقيقه الذي كان مع الرئيس يعني قريبا منه الى ما قبل القاء القبض عليه من قبل الامريكان قبل يومين يعني اخر مره التقى الرئيس يوم الاربعاء وكان كل يوم ياتي اليه للمزرعه ويعرف الكثير من الاسرار والقصص وحدثني بامور تفصيليه هذا اضافه الى المرافقين من الضباط الحماة الشخصية الذين كانوا مع الرئيس منذ غزو العراق واحتلاله حتى خروجهم الى الانبار ومن الانبار الى هيت والى مجيئهم الى بيت قيس النامق كل هذه الامور يعني قسمتها الى محاور مختلفة هذه المحاور سأتناولها في حلقات في شهر رمضان المبارك إن شاء الله أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن واليسر والبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمها بكل الوسائل والسبل